كيف تكون المشاركه الانتخابيه فعاله في النهوض بالاوطان؟ هو طبعا المشاركه الانتخابيه دي حق اساسي للمواطن في اي دوله. طبعا احنا في مصر في الوقت الحالي شهدنا الانتخابات الحاليه عليها اقبال كبير جدا من المواطنين، وده دليل وتاكيد على الوعي الفطري لدى المواطن المصري في الوقت الحالي. ومش في الوقت الحالي فقط، لا، هتلاقي حضرتك في كل الأزمات أو في كل أوقات الشدائد هتلاقي المواطن المصري والشعب المصري بيلتف حول دولته، بيسعى إلى إيصال رسائل كبيرة جدا للخارج والداخل أيضا. الشعب المصري ملتف، الشعب المصري خلف دولته، الشعب المصري كتلة واحدة ووحدة واحدة لمواجهة كل التحديات والتهديدات المحتملة. احنا لو شفنا من بعد حرب أكتوبر، في حرب أكتوبر 73 الشعب كان ملتف حوالين القوات المسلحة من أجل الانتصار على وإعادة الأرض. لو شفنا في 30 يونيو الشعب المصري كله نزل للشارع عشان يشيل أكبر تنظيم إرهابي موجود، وأنه يستكمل بعد ذلك مسيرة البناء ومسيرة التنمية داخل الدولة ومواجهة كل التحديات. يعني هتلاقي من 2013 لغاية دلوقتي مر على مصر العديد من الأزمات، كان الشعب المصري واقف والشعب المصري ثابت خلف قيادته لاستكمال المسيرة لإعادة بناء الدولة مرة أخرى، لإعادة مكانة الدولة المصرية في مكانتها مرة أخرى. طبعا وصولا بقى للانتخابات الحالية، الانتخابات الحالية طبعا تؤكد مفيش مجال للشك ان في ازمات كتيره بتحيط بمصر في الوقت طبعاً. الحالي يعني شوفي حدود كلها ملتهبه، الازمه في قطاع غزه، محاولات البعض العبث بالامن القومي المصري، تهديدات في كل الاتجاهات، لكن مصر ثابته وقويه طول ما الشعب خلف قيادته، طول ما الشعب ملتف حوالين القيادة السياسية. يعني ده تأكيد من الشعب للقيادة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري. طبعا مشاركة الانتخابية دي تؤكد على تضامن الشعب، تؤكد على أن الشعب هيستكمل مسيرة البناء، هيحافظ على المكتسبات اللي قدر يحصل عليها خلال السنوات الماضية، أن الشعب قادر على مواجهة كل التحديات وكل التهديدات اللي بتواجه الدولة المصرية، وقادر أيضا على أنه يثبت للعالم كله. ودي أيضا يعني في شرعية في الصندوق وشرعية من خارج الصندوق. شرعية الصندوق دي تأكيد على نجاح الرئيس الجمهورية، لكن الشرعية اللي خارج الصندوق اللي هو التفاف الجماهير ووقوف الجماهير في الشوارع بهذا الشكل، ده تأكيد على شرعية شعبية وشرعية بالصندوق، ويعطي للعالم صورة حقيقية للشعب المصري، يعطي للعالم كله صورة لتكاتف الشعب المصري، لتلاحم الشعب المصري رغم الأزمات والظروف اللي بتحوط بالدولة. حضرتك يا أستاذ جميل لفت نظري لنقطة مهمة جدا، بيظهر دائما معدن المواطن المصري عند الشدائد، والحياة بيحصل له يعني صحوة لما بيحس بالخطر. عندنا يمكن من 2011 حتى الآن مصر مرت بفترات كثيرة جدا وأحداث كثيرة جدا واستحقاقات أيضا كثيرة جدا. كان هناك بعض من الفترات ربما يصاب المواطن ببعض من الفتور، ولكن يعاود الصحوة مرة أخرى. يعني ده تفسيره إيه؟ هو بيعاود الصفحة، يعني بيعاود الصحوة مرة أخرى لما يجد تهديد حقيقي للدولة المصرية، لما يجد تهديد حقيقي للأمن القومي المصري، لما يجد تهديد لمستقبله، لما يجد أن هناك مؤامرات على دولته وعلى الوضع اللي هو موجود فيه. أنا ضربت لحضرتك مثل ب 2013، يعني شفنا احنا من 2011، وايضا الصحوه دي كانت جايه بعد 2011 لما حاول البعض ان هو يبقى في فتن داخل الشعب المصري، محاوله جر الشعب ان هو يخش في صدام مع القوات المسلحه. في دول محاولات كثيره، وشفنا دول كثيره حوالينا للاسف الشديد انجرت في هذا الطريق، ولا زالت لغايه دلوقتي هي مستمره في الحاله اللي هي فيها. لكن الشعب المصري كان عنده وعي دايما، يعني مع كل ازمه هتلاقي الشعب
عنده الوعي والفطنة كمان ان هو يقدر ان هو يقف عند خط معين ويقف يدافع عن دولته. 2013 لما شاف ان في جماعة بتحاول انها تغير من هويته، تحاول انها تخلق الفتن، تعمل فتن طائفية، تحاول ان هي تقسم الدولة المصرية، تصدوا، وقف الشعب ونزل كله وقال لهم مش عايزينكم، رغم اللي هو عارفه بعد كده ان هيبقى فيه عمليات ارهابية ورغم التهديدات اللي كانوا بيقولوها وبتاع، لكن وقف ايضا اتصدى للتنظيمات والجماعات الإرهابية والإرهاب اللي كان موجود داخل الدولة والتف حوالين الدولة وحوالين القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية. احنا كنا بنشوف في الشوارع كانت الناس المواطنين بيقفوا جنب الضابط اللي هو بيفك القنبلة، ده تأكيد صح على حب المواطنين لدولتهم، على ان هم ملتفين حوالين الضابط، مش هو اللي يقف لوحده احنا هنقف معاه. شفنا ايضا في اكتر من موقف هجوم المواطنين المصريين على الارهابيين في الشارع والقاء القبض عليهم، رغم ان كان في واحد ماسك مدفع وبيحاول يضرب على المواطنين. زي ما بقول لحضرتك، في وقت الأزمة هتلاقي الشعب عنده صحوة يدافع عن بلده، هيدافع عن بلده ويفديها بروحه. مش كده وبس حضرتك، ده في أجيال من الشباب عندهم الوطنية وعندهم من الأطفال دلوقتي كمان، من الأطفال. يعني مثلا في الكليات والأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية هتجد مئات الآلاف من الشباب خلال السنوات الماضية دي كلهم بيقدموا عشان يتم قبولهم في الكليات العسكرية. والله يا أستاذ جميل.